الطريق إلى حلب تمر من هنا. الجيش السوري وحلفاؤه على بعد أقل من 500 متر عن أوتوستراد حلب دمشق. من أقرب نقطة يمكن التقدم إليها من جهة خان طومان رصدت كاميرا الميادين حركة مسلحي جيش الفتح على الطريق الدولية، الطريق في مرمى نيران الجيش. غارات دقيقة لسلاح الطيران في الجيش السوري على صوامع خان طومان ومطاحنها. كاميرا الميادين رصدت حركة مغادرة لعوائل المسلحين الأجانب من مزارع الأندلس. هذه المزارع شكلت مساكن لأسر المسلحين الشيشان والأوزبك والطاجكستانيين على مدار السنوات الثلاث. إلى الشمال الغربي من المزارع تبدو بلدة خان العسل وكفرجوم في مرمى نيران الجيش السوري وحلفائه. الجيش يقف على مشارف أحياء حلب الغربية عند الراشدين 4. دخول الجيش إلى الراشدين 4 والخمسة والقضاء على هذه المجاميع سيؤمن حزام أمان من 2 إلى 5 كيلومتر على كامل المحور الغربي، وستسقط بشكل تلقائي قرية خان العسل، وفيما بعدها بعد خان العسل هناك الراشدين الثالثة والثانية والأولى امتدادا لجبل الشويحنة. وهنا نستطيع أن نقول أن الخطر قد ابتعد كليا عن مدينة حلب بكامل القطاع الغربي. محاصرة الجيش وحلفائه للراشدين 4 ستؤدي إلى تساقط قرية المنصورة وأحياء الراشدين 1، 2، 3 كأحجار الدومينو. رضا الباشا من ريف حلب الجنوبي، الميادين.